ينضم إلينا من حيفا أمير مخول الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد أمير، أهلا بك في هذه التغطية، وبداية ما هي دلالات هذه الحصيلة الأخيرة من القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ الدلالة الأولى هي أن الحرب على غزة تتورط بشكل كبير جدا، سوف تؤثر بدون شك على بشكل معنوي كبير، وسوف تزيد من المطالبة التي لا زالت قليلة لكن نحو إنهاء الحرب. وأعتقد أنه سوف يسأل المجتمع الإسرائيلي نفسه هل هذه الحرب ذات جدوى في نهاية المطاف أم أن ثمنها أغلى منها بكثير. هناك شعور أيضا إضافي أنه الجيش يحارب على أهداف تكتيكية فقط، وبينما تنعدم استراتيجية في هذه الحرب وتنعدم أهداف قابلة للتحقيق، وهذا يجعل الثمن باهظا. تقديري سيكون هناك تحقيق سريع في هذا فيما حدث في الأمس في مقتل هذا العدد من الجنود. المجتمع الإسرائيلي لا يحتمل عمليا مثل هذا الثمن في ظل ظرف انه ليس فقط الجنود يقتلون وانما الأسرى والرهائن لا يعودون ولا تقدم في المسار، والحكومة والناطق باسم الجيش يبثون وكأن الأمور سوف تنتهي بعد لحظة وأنه على بعد أمتار ستنتهي ستحسم الأمور، بينما يأتي هذا الخبر. هناك صدمة في المجتمع الإسرائيلي في الرأي العام الإسرائيلي، على الرغم من أن هذه ليست الحصيلة الأولى. هذه ليست الحصيلة الأولى، لكن قد تتغير الأرقام كما يتم بالتداول في وسائل الاتصال الاجتماعي. وهذه ليست أول مرة ولا أول ضربة، لكن هذا يؤكد أنه في الأمس كان البث الإعلام الإسرائيلي أنه إسرائيل تتقدم ومعارك وتقصف في خان يونس وتحيط بخان يونس وتحاصرها، والآن وفي نهاية النهار أتى هذا الخبر واضطر الناطق الرسمي باسم الجيش أن يتحدث صباحا. هذا خبر ليس بالعابر بعتقد، وله سيكون له تداعياته داخل المجتمع الإسرائيلي داخل الرأي العام باتجاه إنه هذه الحرب أصبح ثمنها مكلفا أكثر من مما يستطيع المجتمع تحمله، وقد يكون هذا يزداد إلى الحملة الاحتجاج على في موضوع الرهائن، في موضوع جنود الاحتياط، وفي موضوع النزوح، فالآن يأتي هذا الثمن ليضاعف. وكيف يؤثر ذلك على مستقبل نتنياهو، خاصة وأن نتنياهو يؤكد بأن الحرب مستمرة وربما تستمر حتى نهاية العام وحتى ربما للعام القادم؟ يعني كيف يستقبل الداخل الإسرائيلي هذه التصريحات في ظل الخسائر وحصيلة القتلى المقدمة حتى من اليوم؟ يعني نتنياهو لا يوجد له بدائل إلا مواصلة الحرب، سيأقصد بدائل سياسية حتى يحمي ائتلافه ويحمي منصبه، وهو بذلك عمليا بات رهينة لهذه الحرب التي بدأت حكومته، وعمليا بات أيضا لا يستطيع أن يتقدم فيها ولا أن يتراجع عنها، لا يستطيع أن يتراجع لأنه يعني سقوطه المباشر. هناك حركة احتجاج ومطالبة واسعة بدأت تأخذ منحها في داخل المجتمع الإسرائيلي في نحو انتخابات سريعة، وهذا قد يضع حدا لحكومة نتنياهو. لكن أعتقد أن هذه الضربة اليوم لا يستطيع التملص منها نتنياهو، أو يقول أنه لم يردها، فهو أراد مواصلة الضغط الحربي والتصعيد الحربي، وهو الآن يتلقى عمليا يدفع ثمنا باهظا كحكومة كدولة كمجتمع، وهذا يعني نتيجة قراراته وقرارات كابينيت الحرب، وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغط عليه. هل ستسقط الحكومة؟ ليس بالضرورة، لأنه ليس هناك من يسقطها لحد الآن، وهذا السبب الرئيسي في بقاء نتنياهو في الحكم. المعارضة لا تشكل بديلا، يعني معارضة رسمية أقصد صهيونية، لا تشكل بديلا لا لبيد ولا غانس لنتنياهو من حيث الطرح السياسي لحد الآن. لا أحد يطرح مخارج سياسية واضحة، لا أحد يطرح حلول خارج الحل العسكري الآن لقضية غزة، ولا يريد أحد أن يتفوه بأي إمكانية حل آخر سوى حسم المعركة عسكريا، وهذا يؤدي إلى أنه الجيش أصبح يدفع الثمن، يتراكم الثمن، وهذا قد يدفع أكثر باتجاه نحو عائلات الجنود بالأساس جنود الاحتياط إلى الاحتجاج
تعاظم الاحتجاج، وستبدا كما يبدو قريبا ايضا الاحتجاجات السياسيه من اجل اسقاط هذه الحكومه. هل هذه الاحتجاجات لها من القدره في التاثير على القرار؟ لها قدره، لها ان تاثر على القرار. تحسم القرار ليس مؤكدا، لانه راينا انه في العام الاخير كانت احتجاجات كبيره جدا وواسعه جدا وقويه جدا قبل الحرب ايضا على المستوى السياسي، ولم تاتي بنتائج. كانت هناك ضغوطات كل العام منذ بدايه حكومه نتنياهو الحاليه من اجل اسقاطها من قبل الاداره الامريكيه، ولم يحصل ذلك. لذلك هناك مساحه مناوره لا تزال امام نتنياهو، ويسعى احيانا الى اطاله الى عمليه الهاء نوعا ما استراتيجي للراي العام الاسرائيلي في قضايا مثل التصعيد مع لبنان دون الوصول لدرجه حرب، مثل في الامس مشروع الجزيره في البحر المتوسط مقابل لتهجير ثلث سكان غزه، واول موضوع انه عمليا محاوله ايهام اهالي وعائلات الرهائن والاسرى المعتقلين في غزه بان الامور لدي اسرائيل الخطط. يعني هذه المقترحات سيد امير، يعني هذه المقترحات بجانب ايضا المقترحات او المقترح الذي نقل عبر بعض وسائل الاعلام الامريكيه ب يعني مغادره حركه حماس لقطاع غزه من اجل البدء في مفاوضات وقف اطلاق النار. هل هذه المقترحات هل تعتقد أنها جادة بالفعل من الجانب الإسرائيلي، أم هي مجرد مقترحات كي يؤكد الجانب الإسرائيلي أو حكومة نتنياهو شروطه من أجل وقف إطلاق النار؟ لا، هذه وهو يعلم أن الجانب الآخر سوف يرفض ذلك. هذه مقترحات للاستهلاك السياسي الداخلي الإسرائيلي، وعمليا لتبرير موقف نتنياهو أمام ائتلافه. نتنياهو يتخندق وبات يخاطب مع دخول إسرائيل في حالة انتخابات فعلية، يعني الأجواء العامة، بدأ يخاطب فقط القاعدة الانتخابية اليمينية أو أقصى اليمين، ليؤكد أولا ليصون الائتلاف الحاكم، لأنه إذا خرج أي حزب منه من سموتريتش أو بن غفير أو الحريتيم سوف تسقط حكومته. وقد يعني يناور ايضا مقابل وزير الامن الذي يسعى الى اقالته، لكنه قد يبقيه كي لا يشكل ذلك يعني فاتحه لانهيارات داخليه اضافيه في الليكود. لكن نتنياهو يقوم بذلك باعتقادي بالاساس للاستهلاك الداخلي. كل ما يعلن على الملأ جهارا في شان الصيغ للتفاوض أعتقد هذه بالأساس الاستهلاك. ما يجري فعليا من مفاوضات سواء من خلال القاهرة أو من خلال قطر عمليا يتم في غرف مغلقة ولا يخرج منه ولا يتم تسريب. يعني إذن هذه المقترحات هذه المقترحات هي ربما غير جادة أو هي غير حقيقية. قد تكون بالونات تجارب، قد تكون مساعي للتهرب من الحسم. إسرائيل لا تريد بالأساس، موقف حكومة نتنياهو لا يريد أن يبحث في موضوع اليوم التالي للحرب، عمليا المخارج من الحرب، وعمليا إنهاء قضية الرهائن والمعتقلين والأسرى، وهذه كلها مرتبطة في نهاية الحرب. ونتنياهو غير معني أنه يعني يبحث في يحسم، لأن التصريحات أو الألفاظ في هذه المقترحات، يعني في البداية كانت الأهداف المعلنة هي القضاء على حماس. المقترح هنا يعني اللفظ هو مغادرة قادة حماس، هناك فارق. يعني واضح أن هذا مقترح من بداية الحرب أيضا، يعني اقترح أيضا من الأمريكان بعدين اقترحته إسرائيل، لكن هذا يختلف. يعني يتحدثون عن نموذج أو مقاربة مع ما حدث مع منظمة التحرير في بيروت 1982، لكن هذا يختلف لأنه هذه كانت خارج الوطن باتجاه، يعني حين سئل عرفات الى اين ذاهبون في بواويات يخرج يدخل الى السفينه باتجاه تونس، قال في الطريق الى فلسطين. لكن الان يريدون اتجاه عكسي، واعتقد ان هناك في قراءه خاطئه اسرائيليه لحماس، وايضا وضع الامور وكانها مرتبطه باشخاص فقط، وهذا خطا استراتيجي قد يكون في نهايه المطاف.
نتحدث عن منظومة الفصائل ليست تعيش فقط على أفرادها، وإنما أقوى من ذلك وباتت منظومات شبه دولانية ولديها قدرات شبه دولانية. لذلك أعتقد أن الاقتراحات الإسرائيلية هي للتجربة، هي لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي، هي أحيانا لترويض الرأي العام الإسرائيلي أو تطويعه لفكرة معينة، لكن من الواضح أنه المطلب الشعبي الإسرائيلي والمطلب الأوسع في المجتمع الإسرائيلي هو لصفقة تبادل الكل مقابل الكل، وبما في ذلك إنهاء الحرب أو قبول الصفقة الصيغة المصرية بهدنة طويلة الأمد وإلى حين من خلال إبرام صفقة طويلة الأمد. فهذه عمليا الموجود، وهذا ما تتهرب منه حكومة نتنياهو، تحاول أن تعوض عنه بشعاراتها. من حيفا أمير مخول، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.